11 ونص 12 هذا النهار اسمنا هذا اليوم 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 انا بارك في المحل يلا تنوجد الفطور ديالي تصون عليا واحد السيد السلام عليكم السلام واش عمرك شاركتي معنا في هذا النمره انا ما مريتش شارك لي شحال واحد عندك انوي كثر شي 7 سنين وانا عندي انوي وانا تنتعامل معاهم قال لك راك ربحتي معنا انت الفائز الثاني 20000 درهم قلت له دابا شنو قال لي دابا غتمشي للوفاكاش قبل ما تمشي للوفاكاش غتجيب لنا جوج لاكارطات ديال 50 درهم وغتصيفط لينا النمره ديال لاكارط فاش غنصيفطوا لك الكود ديال وفاكاش ومشيت تنقلب الساكات تلقيت اللي تيبيعوا لاكارط ديال 50 درهم شريت جوج 100 درهم عطيتهم ليه دخلهم قال لي دابا راه خاصك الدفعه الثانيه خاصك تجيب 6 اخرين وانا نعيق كيفاش هادشي اش التخربيق هذا النوبل ولا تقول لي جيب جوج ولا تجي 6 هادشي راه ما بقاش هادشي راه ولا فيه نصب واحتيال هذا صافي هو يقطع ما نعرفو نصاب وانا ما عقتش انا اول خطره ما عقتش ما يسمى قاريش ما عقت ما عرفتش شنو انا تخني بواحد زعما بداك الشيء والاداب وهادي ما فهمت والو انت تيقتي صحاب انا تيقت نصعب بصح دابا ترجيت في 100 درهم هكاك وكان بغى يرزيني في 6 اخرين جاب الله عقت وليت العلم هما يديروا طنسي ولا قال لي مشي واحد يربح قول لهم سيروا ربحوا روسكم يا راكم ما تكذبوا على عباد الله النصاب الاخرين الله طلعوا عليهم وهذا دعينا الله تبارك وتعالى الله ياخذ فيه الحق اش غدير لي هاد 100 درهم غادي تربحوا ما غدير ليه والو انا يخلف لي الله هو راه غادي ان شاء الله غادي يبقى تيلقاها يلقاها